شاهدوا الدجاج الأبيض في الريف منظره وشكله الجميل. بصوا يا جدعان منظر الدجاج الأبيض وشكله الجميل. بصوا الدجاج الأبيض اهو وده شكله ومنظره الجميل الرائع. يعني بصراحة حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. وده منظره في الريف في الطبيعة يعني الخضراء. طبعا عندنا في الأرياف بنربي هذا الدجاج وبنربي الأرانب والوز والبط وهذه الحاجات الأليفة. طبعا هذه الحاجات مشروعات جميلة ومشروعات مربحة ومضمونة 100%. لازم بنربيها طبعا في الأرياف عندنا في الأرياف المصرية. وحبيت أوريكم هذه الأجواء والحاجات اللي بنربيها يعني. ولو عايزين نكمل في السلسلة دي اكتب لي في التعليقات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.